The plan is to try to find fish for a start and then try to catch it. هول بنبلش بنلاقي السمك وبعدين بنبلش نصيد سمك اذا لقيناهم. انا ماركوس هادو ام مارين بايولوجيست عايش بحار. بس اليوم اكسبشنال ما رح نروح نعمل تونا فيشنج. رح نبلش بنفتش على السمكات هلا ونرجع بعدين نجرب نلقط شي سمكه ونشوف نفرجيكم شوية طرق الصيد ونفسر شوية عن البيولوجي تبعهم وحياتهم كيف بيعيشوا قد ما فينا. هلا بدنا نادي الجيش بلغهم نحن طالعين برات 6 مايل كرمال نتصيد تونا. القانون هو بنص انه ممنوع اي مركب يقطع 6 مايل. نحن بحق لنا برخصه خصوصي بناخذها كرمال يطلع صيد تونا بين 6 و 12 مايل، برات 12 مايل ممنوع نظهر. بحريه اللبنانيه، بحريه اللبنانيه ليكويد. ليكويد بحريه اللبنانيه. بس حابب بلغك اني انا طالع برات 6 مايل. اوكي بساعدك يعطيك العمر. ميرسي. أول شيء لأنه طلع طبش سمك هون، بنسميه طبش لأنه سمكة بس تطلع تاكل بالتلة ماي بنسميه طبش. بعدين ليك العصافير صورهم لأنه كثير قليل. هذول بيشوفوا هذول بيشوفوا هذول بيشوفوا هذول بيشوفوا هذول بيشوفوا هذا اسمه بيفان العصفور، هذا بيمشي مع البلوفين يحل السمكة طلعوا. نحن اليوم نهار جديد واليوم ببلش من البحر، ببلش الساعة 6 الصبح من بحر الزيت لونه أزرق رائع والسمكات عم بنطوا ورانا. رح نرجع نتعرف وحترجعوا تعرفوا عن جديد على ماركوس هادو، هالزلم اللي بيعيش بالبحر 90% من وقته وبيتساتل بيتذكر بيمشي على الزفتات. رح نشوف اليوم التونة كل شيء عبالكم تعرفوه من الأول للآخر، شو هني؟ أيمتى بيطلعوا؟ بأي غمق؟ ليش بيطيروا؟ كيف واحد بيلحقهم؟ كل التفاصيل. هلا لازم نركز لانه لقى رف عم بيطير فوق الماء، يمكن بلاميدا يمكن تونا، تجرب حظنا. هيدي كاستينج، هيدي طريقه الصيد اسمها كاستينج. بنستعمل هاي البلدو كتقل تقدر تكب بعيد، والرجلو اللي هو بيشبه سمكه البزره تحت لها سمكه بتفكرها انه سمكه بزره تجي تهجم عليها تضربها. اكل شويه خبيط بس اتس سرفايفنج ستيل. So, خلينا نفتش عليهم للسمكات. شاي تعرفوا؟ ايه بسموه شاي دغري بينزلوا بعد ما وصلنا عليهم. بعد ما وصلنا عليهم شوف شوي اعلى السمكات بلش منها. الله ليك جهاد؟ يا حبيبي اذا ترى ما عاد شي دق لي لنطلع صورة. اوكي يا هادو عيوني وينك بأي محل انت؟ 19-31 يلا تعسو كيف ستريت لا يمين ولا شمال، خد قدامك نقي بالطول الابيض. شايف انطوني انا؟ ايه مش انطوني، شوف شيء ابعد. يلا خليك بين الزحام وبعد عن الطبيب. يلا بعد عن المكان هيك الطبيب
اوكي انا بفضل انا بعتبر انه السمك شو عم بياكل بالموسم حط له الطعام اللي بيطلع نسه ولا هيك. هلا في عنا الرفالة بتطلع هيك كلهم بيستعملوها لانه اتس ايزي واهين لتصيد سمك فيها، بس انا دائما بفضل الريش بفضل شو عم بياكل بعتبر انه بيعمل استيميليوس اكثر للسمك تحديني يتصيد لحديني. هو اخطر شوي للعالم اذا ما انا معود عليه بس افكاس اكثر. هلا بنعلقها بالقصبه وبننزلها بالماء. اهم شيء ما يشربوا وما يعلقوا من تحتهم ولا صاروا بالماء. اوكي الحبسة تبولا كيب ستريت. امي هلا ترولينج على وجه الماء بننزلها بالماء and we count بنعد. اوكي that's it, 28, 29, 30, 30. اوكي هون عمي الفخان هذا صوت لما تضرب السمكة، لما رح نعرف اذا ضربت ولا لا، بس نعمل هيك يعني ضربت السمكة. This is trolling. هلا على وجه الماي نحن عم نجرجر للسمك. هذا للبلاميدا البلايند يعني ما بنقشعه مثل الباكور، ما في غير الباكور بلوفين بيضربوا قليل كثير للبلاميدا وسكيب جاك يضربوا، بس اكثر شيء الالباكور اللي بيضرب بهالطريقه. البلايند بنسميه يعني سمكه ما بنشوفها، مش مثل البلاميدا والبلوفين اللي عم نشوفهم عم يطبشوا كانوا. اوكي فبقى هلا بنبرم سمكات تحتنا عم بياكلوا هن بس ما بينوا على وجه المي، سو بنضلنا عم نبرم بالتوب كرمال اللي نشوفهم. ولا تخبرك شوي انتوني استنى كثير زمان انا وماركوس اصحاب وكل مره بقول لي بدنا نطلع التونة نطلع التونة نطلع التونة صار له شي سنتين ثلاثه بقرب فيه فحكيته قلت له ليك انتوني طلع باله يصور حلقه عن التونة قال يلا تعال بكره ات واز ذا رايت كونديشنز يعني مش في سمك المفروض يكون في سمك انه من البطيات تعرف انه في سمك الفرنزي هناك اصحاب كل الفرنس كل الفرنس يلا يلا اصحاب بسرعه اصحاب قلت لكم انا اكثر وحده بحبها هي اكثر وحده افشنت هيدي انتبه لها بس توصل اسحب فيها لقدام اسحب فيها لقدام اسحب القصبه لقدام عم بعلق مع الفران يلا شوف كيف هذا فيش اون شي 7 كيلو 8 كيلو تونا البكور التونا تونا كله تونا البلاميدا از بارت اوف ذا تونا فاميلي This is old school rod. هاي أكتر رود بحبها هاي. بس it's a big fish actually. I think it's a 10 kilo fish. Oh, that's a big fish. It's a big fish. بعندي شيء كفمت. Most probably one that it's a big fish. Good jack. Et voilà. Nice. سكيب جاك كثير قليل سكيب جاك لياكل على ترولينج بس ذاتس ا جود ساين يعني انه في بلوفين في بلوفين هون اوكي ناو ذس از كان بي ا بيت توف للعالم بس ذس از هاو يو بليد ذا فيش اوكي يو بليد ذا فيش سي ذا بلود لايك ذا بلود طلع اي دونت نو اف يو كان سي ات هاو اتس دريننج اوت ذا بلود But the fastest way to kill the fish and the fastest way to bleed it.
If you don't breed the fish, بتصير بعدين بتصير بعدينها السمكة ما بتتاكل دميتها. ماركو دغري أول ما تتصيدها ضروري ضروري دغري تفضي لها دميتها. أكيد أكيد. ما لازم واحد ينطر عليها. ما بتتاكل السمكة. حسب قد ايه you can drain blood out of it. شو بصير بعدين؟ بتصير مبينة؟ بتصير لحمتها سوداء. أوكي. بتصير لحمتها سوداء وبعدين هو الدم أفات هو زنخة سمك يلي بسموها زنخة سمك تجي من الدم. Okay. So the more blood you get out of the fish, the less عندك زنخة وطعم السمكة بتصير تقيلة. صارت واحد بيقول بياكل تونة ني، كلهم بيتاكلوا نيين؟ أو في ايه كلهم بيتاكلوا، بس في انه طعمتهم مثلا هاي طعمتها كثير، هي والبلاميدا طعمتها شوي تقيلة لأنه الكونسنتراسيون تبع البلود تبعهم كثير عالية. اوكي. اوكي؟ سو بس بالاجمال كل التونة بتاكل ناي، بتعملها سافيتش مع حامض بتطلع بتجنن. بجيكم لونها لونها شو حلو. الألوان الأزرق اللي فيها. هول ببحر لبنان. جاك هو نوع من التونة ما بيكبر كتير، بيجي تقريبا القياس بعد شوي اكبر. He's a very good fighter. يعني على الباور اللي عنده اياها كان، على الباور اللي كان عنده اياها انا اعطيته 10 كيلو، هو وفات يفيده على 6 كيلو. اقل كمان من 6-7 كيلو، بس تشوف انه الفايت تبعه مثل سمكة 10 كيلو. قليل ما انا شايف بحر هالقد زيت. فلات فلات كومبليتلي فلات، فعلا شيء روعة، ولا خضة ولا طشة وعاروي. الشغلة نضيف بده وقت وبده وقت كتير، والرزق على البركة. تونا فرايتي، تونا فرايتي وي هاف 8 وورلد وايد، بس اللي عنا يوم بلبنان هن ثلاثة اوكي، أربعة مع البلاميدا. يعني عنا البلوفين تونا اللي هي أكبر أتلانتيك بلوفين تونا، هي أكبر وحدة بالعالم، هي بتكبر وصل إلى 650-700 كيلو في ناس بيقولوا. عنا الألباكور يلي بيوصلوا لل 10 كيلو 12 كيلو، the most common. The most endangered هي البلوفين تونا for her highly demand على اللحم تبعها. We have the Albacore, we have the skipjack اللي شفنا منها اليوم، that's very common too. بس ما عندها كاليتي، يعني العالم ما بتطلبها لان لحمتها كتير كتير تقيلة مثل البلاميدا. You have multiple things to تعملها بطريقة معينة، يعني بتطلع طيب كتير سافيتشي وكذا، بس ما عندها الطلب لانه العالم بتحب اصلا الساشيمي. So كلنا بنعرف انه التونة هو is a pelagic fish. شو pelagic؟ pelagic is a swimmer، يعني بيسبح بالبحر، ما بي he cannot stop. So problem سي سون بالاست، يعني سيستم تبعه تبع الانرسي تبعه تبع الفلوتينج ديفايس تبعه يلي ما بيخليه بيغرق، لانه ما عنده فيسينا تطوال ليستعملها ليفوش حاله ويغرق حاله. So هو مجبور يسبح، مشان هيك خلق سيستم ديريغاسيون سانغان، يعني برمة الدم تضل كولد بلودد، بده يضل يسبح لتضل برمة الدم تبعولته سوفيسانت لتحميه. ومشان هيك بده ياكل اكل كثير تقدر يعود هالانرجي اللي بحطها، مجبور ياكل كثير، بغمقه لل 700-800 متر. هذا اللي بنعرفه. بدنا نتذكر انه السمك البلاجيك مثل التونه الاتيود اللي عليه كثير صعبه، لانه كثير صعب يتلاحق تنقدر نعمل ساينتفك داتا تبعولته كثير غلط. البلوفن تونه بيكوز اتس اندينجرد صارت هلا محميه كثير محلات، لبنان ما انفورشنتلي ما بيحميها. القياسات بالاجمال الحلو فيهم للبيلاجيك فيش، يعني سمك اللي بيذبح مثل التونه، انه ما بيقدروا العالم يتصيدوها صغيره. البيبي بلوفين بيقدروا يتصيدوها على الرباله، وعم بيعملوا كثير مجازر فيها بلبنان، خصوصا بلبنان لانه ارضنا كثير غنيه بحراره المي، اوتوماتيكمان بتجيب سردين اكثر، بتجيب سمك اكثر، بتجيب حياه اكثر، الايكو سيستم وشان اليمونتير بتكمل عندنا بلبنان على حراره ميتنا. سو البلوفين تونه انفورشنتلي عم تيجي عنا على لبنان، رغم انه هي دو باساج، يعني ما عنا اياها كل وقت، عنا موسم مثل هلا، عنا شهر ونص شهرين على البلوفين بنرجع بننطر، بعدين شي 6-7 اشهر يرجع يبينوا بنرجع بننطر، يعني مش كل الوقت. سو هلا الموسم بعتقد الموسم بلش يخلص على اخره اليوم، انه مش اليوم بالمرحله اللي نوصل له وقت مبين، بس لانه عم تصيد بالرباله وباحجام اللور الكبيره، يعني ذا بيجر ذا لور، يعني البيت اللي مستعمله يعني مثل الرباليات the bigger the fish. So نحن we are aiming for the big fish, we are not aiming على سمك صغير. So مشان هيك indirect طبعا سمكات بيكونوا محميين لأنه نحن عم نفتش على سمك الكبير.
هذا سيستم سيد بلايند توتالي بلايند يعني عم وي ار ايمينج فور الباكور لان هي السمكه الوحيده ما تبين او قد تبين هيك شيء انه على وجه المي بس ما بتعمل فرنزيات يعني ما بتطلع وجه المي بتطبش وبتفرجيك حالها عن بعيد سو سكيب جاك اللي شلناها بتعمل فرنزيات بالاجمال بتكون مخلوطه مع بلوفين تونا بيكونوا عجنابه وهن عم بيصيدوا بالنص وهن بيكونوا عجناب البلوفينات لانه ذا يوز ايتش اذر يعني سرقه السكيب جاك تتجمع السردين وكبر الحجم مثل البلوفين تاكل السمك سو سكيب جاك بيعمل سراوندينج للبذره بخليها تعمل مثل بابل مثل بابل كبيره والبلوفين بصير يقطعوا ياكلوا بقلبها فبصير ذا يوز هذا السيكريزاسيون ناتشورال اللي بتصير سو مشان هيك نحن منزلين القصبات هلا ما عم نعمل شيء وي ار ترولينج هوبينج فور ا بايت وليتس هوب سو يعني أورت على ترولينج جربنا بالإجمال بيأكل على بكرة بكير على ترولينج على البكور ما بين شيء فبقى هلا we gonna switch game we gonna go for casting casting هي البيلدو مع رجله بس يطلعوا سمكات ليأكلوا على وجه المي نعمل عليهم casting مثل ما طلعوا قبل شوي هلا so most probably لازم يرجعوا يطلعوا هلا أول ما يطلعوا هلا منروح عليهم ونعمل casting عليهم أنا أكتر شانس إنه شيل سمك بالطريقة on plus إذا ضربت معنا سمكة نعطيك إياها أنت تشيلها so you get the feeling هالمصلحة فيها نطرة فيها نطرة كتير la patience est une vertu يعني بتظهر نهار كامل معقول نهار كامل ترجع ما في شيء معقول نهار كامل ما تشوف سمكة مش إنه ما في سمك ما تشيل سمكة ما تشوف سمكة أكتر مرة رجعت فيها كم سمكة معك بلوفين ست سمكات الباكور 25 واحدة نحن ما شفنا شيء انتو دقتوا شيء انا ما دقت شيء هلا مندوق بعد شوي مش هخليكم نرجع بلا مندوق معقولة يلا بلشنا نهارنا شفنا شفنا اجواء قلنا رح نطلع لنا 10 سمكات يعني كانوا العصافير عم بيطيروا فوق المي كان في جروبات كتير كبار من السمك بس كلهم طلعوا بيستحوا من الكاميرا وراحوا تخبوا فنهارنا ما كتير كان فروتفل في هالسمكة اللي كتير حلوة رح نقصها رح نتروق نفرجيكم كيف بينطفوا سمكة كيف بيتروقوا سمك نيلونا من جوا ونرجع نطرينا على الغدا بعد شوي هذا روبير سا سي لان دي بلو فيو هذا من اعتق السيدين التونة بلبنان فبقى سا سي هذا ليسون دو اكسبيريونس بسميه انا صار لي زمان بلشت صيد بفي انا بالجيني كوناكري سنغال بعد كل سنتين ثلاثة برجع بروح لهونيك نتصيد هونيك البحر كيف بلبنان وقديش في سمك؟ البحر بلبنان من أحلى بحورة بالشرق الأوسط دعانه أكيد يكون no comment ما هيك بس وإلا it's very good fishing area كثير حلو بأوروبا ما فيها السمك اللي عنا إياه هون عم بتصيد بأوروبا عندي شاطرون كمان بأوروبا بفرنسا في سمك كتير بلوفين كتير قد ما بدك بس النوعية اللي عنا اياها هون ما في منها ما بعرف ليه سبحان الله شو أكبر سمكة تصيدته؟ مارلين مارلين بالسنغال 245 كيلو يعني بس يعني بين المارلين بين صغيرة مش هال بعدين غير شيء بتكون تصيد لحالك بتاخذ السمكه غير ما تكون على ثلاثه اربعه وهذا بيشد لك بهذا بيشد لك بها بتحس لك انه اوكي انت شلت السمكه بس فهمت علي بس احلى سمكه شلتها لحالي هي هون بلبنان من شيء 10 سنين بلوفين مش كبير كثير 45 كيلو بس كنت لحالي طلع على البوت ما كانش هيني مثل ما شايف البوت ما عندهش سليب واي ما شابه كيف تلحق اللاين؟ حسب قد ايه بتنظف سمك بتصير تلحق اللاين بالاول بتتعذب بعدين بتصير تعرفها عن غيب ما في اي كرايتيريا لللاين هيني اللاين لانه تلحق اللاين البون ستراكشر تبع السمكه يعني العظم تبعها سميكه جلدتها سميكه جلدتها وهذا الحلو فيها هلا ترجع من بعده
لأن هذا أنا ماشي مزبوط مع العظمة. هاي البارتي تنشال في هالطريقة. اليوم غير مبارح. إيه اليوم غير مبارح كليا. إيه ولا. شو بدك تعمل هلا؟ أي شقفة نبلش ناكل حيلا؟ كل شيء بتاكل. حطيت لها مية ملح كرمال تعطيها الملوحة اللازمة. لأنه شوي في وسخ ومي ودم وكذا، بس تنروح شوي تعمل الدم. أطيب بارتي دائما هي هاي، بس نحن يو سكيل دي داوت يعني شلناها. هي دائما بس أعمل في لي أنا دائما بخلي هالبارتي معلق عليها، بعمل لها هيك بشيلها لك كيف تطلع معي. هي هاي أطيب وحدة. لأنه بتجي بتدوب كثير طيبة. فيها لحم منيح. ايه فيها لحم منيح. انه لقش لقياسة. واو. حاسس سعيد هيك مشاهدتنا هاي الشقفة كلها. أي واحدة هاي مشاهدتك؟ هدي هيدي شو ضبطني لك يا هون غسلهم شوي. هاي اللي مشاهدتك؟ هدي ايوه. Look at the color. Oh my god. روعة من الروعات. Beautiful. Oh my god. مش شقفة شقفة صغيرة هيك مثل بالريستورانات مع شمونة الضوء، هيك شقفة مثل ما هي. مثل الطبيعة. Unmatched feeling. احساس لا يفسر. كنتوا عارفين قديش طيب التونه، والتونه من بلادنا، مش ضروري نجيبها من اليابان. فيني اخبركم فيها كثير اوميجا 3 فيتامينز كثير، هيدي من السمكه القليله يلي منها لونها ابيض، لونها احمر، معروف انه السكن تبعها هي وحده من اعضائها، منشان هيك لما تكون سميكه، لما تكون ملونه، لما تكون لونها ازرق حلو مثل ما شفتوها قبل شوي، يعني صحتها للسمكه كثير منيحه، بتقصه وبتاكله شويه ميه ملح. And you're done. بعتقد اليوم اكل اكبر كمية اكلها ب 10 سنين اكل محلات سوشي. Well textured, full body. ما بتعلق بين سنين. بس الحلو انه وين هلا؟ هلا بعد في الغدا. هلا رح ناكل وايت ميت تونا اللي هي الالباكور. هذه it's a melting ميت عندها اياها. قلت سيطر امبارح. امبارح لليوم حضرناه البركة اليوم من البحر ما حدا بيعرف مثل ما صار معنا اليوم. وهلا بنخبركم ليش مهم التونة تتجلد قبل ب 24 ساعة عشان تاكلوا كل التفاصيل على الغداء. طيب من هون على الغداء. Thank you.
هذا الحيط الفينيقي، هذا الحفر واستعملوا حجرات طابول، ومش بس يعملوا يعمروا المدينه تبعهم، بس كمان عملوا احلى سيستم دو بيش نعمل وورلد وايد. جوروا هون الارض كلها، هيدا الشغل كله ايد جوا، هاي الصخرات ناتوريل الطرف تبعها هن حفروها كلها، عملوا دو باساج، ان باساج دونتري من ورا وان باساج دو سورتي من هالميل. كل الباقي اذا بتطلعوا مزبوط كل الباقي اعلى من الليفل تبع المي. سو كانوا يجوا يحطوا الشبك يسكروا الباب هونيك ويحصروا كل السمك اللي فايت لعندهم لهون من دو باساج اللي عندهم ايه، ويتصيدوا السمكات ويطلعون ليطلعون ترو باساجات من ورا معموله. هذا سيستم بس تفرجيكم كي قديش سيستم دو باش كان بالانسان من 4000 سنه لورا. ماركوس ليش جينا لهون؟ أول شغلة لأنه كتير بهمنا النظافة بالمطعم، والأكل إذا مش طيب ما له طعم تروح على مطعم تاكل، الأكل كتير طيب. وبعدين هو زخيا كشخص أنا كمان كتير بحبه. شي زخيا بيجوني بالسوق القديم، محل رائع، ريستوران كتير كتير حلو، جرانديوز شوي. رح نشوف السمكات يلي ماركوس تصيدهم مبارح مثل ما قلنا، فاتوا على الفريزر هلا رح يتنظفوا، وإشي تاني كمان أكيد. هاي الألباكور هاي امبارح صيدناها تحتيل نأمن على الغداء تبع اليوم، هذي ما فينا نقطع. So that's a white meat tuna، في منهم عايتولها big eye tuna، في منهم كل واحد، بس هي الألباكور فيش. اوكي انا بالنسبة لي هي اطيب سمكة بالتونة. اول شيء لانه اللحمة تبعوتها بتدوب بالتم، هلا بس ناكل كل واحد رح يعطيني رأيه. في كتير عالم ما بتعرف انه عنا كتير انواع بال مديتيراني، مش عنا بلبنان نحن البارت اوف ذا مديتيرينيان يعني. عنا دولفينز، عنا ويلز، عنا التونا ون اوف ذا فيش كمان اللي بفوتوا لعنا على المديتيراني، هو اللي بفوتوا من الاتلانتيك لعنا على لبنان، بيجوا بياكلوا عنا بلبنان يعني اعطيك كمان بالمديتيراني. لانه نحن عنا نيرسينج جراوند كثير مهم، حسب حراره المي الثيرموكلين تبعنا هذا الشيء بخلي هذا الشيء بخلي السمك يجي لعنا ياكل ويعيش عنا. نحن هلا شلنا البارتي الفيسو سانجاي اللي مطرح ما بتجمع الدم، الباساج بتوزع الدم على السمكه من البرين تبعها للمصل تبعولها للاورجنز تبعولها لكل شيء. هي هاي البارتي مشان هيك لونها احمر، هاي الكونسنتراسيون هون الدم تبعها، هيدي بتكون طعمتها شوي دلعه، هو الدم هو اللي بيعطي زنخه السمك مثل ما قلنا. سو هيدا البارتي مشان هيك مصفين دمهم بالجميل السمكات لحتى يطلع لنا هالكاليتي دم اللحمه البيض اكثر. كل ما بيكون فيها كونسنتراسيون دم كل ما الكاليتي اللحمه بتجي عتمه وسوداء. مشان هيك البلوفين اذا ما بيتصفى دمه بيطلع لحمتها سوداء يعني اسود من هيك بعد، وما بتقعد تتاكل بصير طعمتها كثير لايك بلودي تيست يعني طعم الدم يعني. فبنصفي لها دمها ليطلع لنا الكاليتي. هول منشيلهم لانه بينزعوا الطعمه، هلا بيروحوا بالسافيتشي هول، لانه كل هذا على البي اش تبع الحامض يعني الاسيديتي تبع الحامض بتروح كل الدم منه، بتروح زنخه الدم نقدر نسيب ناكلهم. اليوم على بكره تروقنا السمكه الحمراء يلي كان اسمها سكيب جاك، ما عملت كل الريسيرش على جوجل، وهلا الارباكار يلي لونها شوي ابيض. في معتقد بنقول تونه لازم تكون لونها احمر، هل هو صح او لا؟ في من عده انواع بتروح لها طعمه، هو الكالر اوف ذا سكين تبع حسب قد هي قد النجاز قد بتغمق قد شو بتاكل، كثير اشياء فاكتور بخلي. اليوم على بكره كنت عم بحكي عن فول بودي ميت، رح نقول اليوم على بكره كنت عم بحكي عن لحمه بنعتبر كانه عم تاكل لحمه ميديوم قاسيه بفوتوا سنين فيها
عندها تكسر عندها بودي. هون عم نحكي عن شيء اكثر مثل كوبي بيف، بتدوب مثل الزبده، كثير سلسه، كثير ناعمه، كثير خفيفه، طعمتها اخف. نايس ها، غير اكسبيرينس بالمره، اكيد غير اكسبيرينس. طب اذا حدا اكل كثير ناي بالنهار شو بصير فيه؟ بس عم بستبق تعرف. اذا كثير هلا عليك كل السمك البيلاجيك اللي بيذبح بالبحر بالاجمال طول ميركور تبعه كثير عالي بيكون. اوكي سو هذا الشيء بياثر عليه، بصير عنده يعني في كثير ناس عندهم مشاكل من ورا هالشيء، جبروا يوقفوا لانه كانوا ياكلوا كثير سوشي، كانوا ياكلوا ما لازم كل يوم، ما لازم كل يوم. هلا كل شيء كثره من حيالله شغله بالنهايه بتخلي بدها تكون عندها احسن اعملها احسن حطها بالفريزر 24 ساعه قبل ما ناكلها. دائما لازم تتجلد للزنزين والميكروبز اللي بقلبهم يموتوا بالاجمال هن ليتاكلوا مزبوط. يعني عملنا اليوم على بكره اذا بدنا نكون نحن مثل للكل ما لازم نعمل هلا بلا هلا ما هيدي الكاتيتيل اللي اكلناها نحن اتس تيستينج اتس نوت لايك فود. هلا رح ناكل جوت كبير، يعني انا رح اكل جوت كبير بتعرف تفرج علي شيك مارك. الفرق بين هول الاثنين، هون حطينا كل اللحمة يلي ما فيها كتير كمية دم ويلي بتدوب بالتم بفضلوا مية قولة ناخد الطعمة أطيب شيء. سمسم للمنظر أول شيء وللطعمة بيكسر شوية طعمة إذا في حدا ما كتير بيقدر يتحمل طعمة السمك الناي مع الصويا أكيد والحار. وهون بنحط كل شيء بقي فيه لحم فيه دم بنقدر نحطهم بقلبها. هذا شيء بخلي اهم منيحه، هذا شيء بخلي الاسيد تبع هذا نقدر نستعمله على سبيتشه. حطينا حامض غطيناهم بس شربتهم منيح، بلشوا يطبخوا حالهم شوي اذا فينا نقول هيدي طلع مزبوط بتغير لونهم بيكونوا بينكش بيصير ابيض لانه بيحرق كانه لايك ستارتنج. واو ليكو هي مثلا البارتي الروز بعدها ما شافت حامض، بارتي البيضه شافت حامض، هي بتصير كانه هيك مثل الجيش. بعدنا نتركهم بس عم تقلق تتاكد انه منيح. تشارج اخويتش طيبين وحرب الاخر تقرص راس لسان. ايوه ماركو فكرنيك بس تبع البحر، انا طلعت درسك طيب. انا رح افسركم شغله كثير هينه. انا لو ما بحب السمك ما بتصيد سمك، اذا شيء ما بحب اكله ما بحب اطبخه ما بتصيده. سو انا السمكه تحت المي اني واي بشوفها اوريدي مقليه قبل ما اتصيدها، هيدي على الشبه هيدي على القليب بشوفها دجاج عم باكلها. الحماس بيجي من هنيك. انا شو الطبخات زخيا اللي خلق بالبحر، انا جدودي بحريه وبيتنا بحريه وبلشت بالمطاعم انا بال84 ودليتني فيها وكتر خير الله. يعني انا كتير بحب البحر وتعلقت، بس فتحت مطعم صغير على الجزيره بالبحر وقتها فتحناه ومن انطلقنا من هونيك وبلشنا بالشغل وكتر خير الله والله نعم علينا وفوت الله. ايه بلشنا بالجزيره بالبحر بجبال في جزيره، هاي بلشنا فيها بال84. بعدين نقلنا مطعم 2 3 4 مطاعم وكتر خير الله كل مطعم بيبقى ناجح اكثر من مطعم. توصلنا لهون عجونه وفوت الله كتير منيح. نحن مميزين بفتوشنا اللي هو الفريش، يعني اليوم تشكرنا العالم شو هالفتوش الفريش، يعني كله طيب. بعدين سمكة النية اللي نحنا بلشنا فيها أول عالم، يعني اللي هي سمكة الأبو سن اللي هي أهم سمكة. قلت لك أهلي كانوا بحرية وأنا ربيت بالبحر، ونحنا كان عندي لانشيت أنا صايد روح اتصيد ونشيل السمك، يعني تبهدلنا كتير بالبحر بس لقينا وآخر شيء البحر حلو، بحر حر. يعني هذا كنت بقول يا ريتني في ارجع على البحر هلا ودلني بالبحر. بالبحر خي البحر تبهدل عنا بلبنان كثير، يعني وصار في قصص. كنا بالاول السمك على الشط، يبقى التوتيا كل شيء نشيله عن الشط الصفد، هلا اختفى وراح. انا بلشت بالصيد كان عمري 15 سنه، انزل بالصيفيه كلها على البحر
مع خيي ولأن احنا كانت شغلتنا بمينة جبال هي الصيد يعني معنا مش خطير كتير للصيد وبلشنا بالبحر بلشت انا في تصيد روح مع خيي اتبهدل بالشتي اوقات هيك كان في شتي في شيء هيك اتبهدل حلوة هيك كانت حلوة ايام حلوة بعدين كان في خيرات بحر كان في خيرات انا مرة الشبك ما قدر شيله من السمك ما قدر شيله ما يبقى بيه مليان اليوم تغيرت الايام خلاص سمكتي المفضلة اللي هي الايسا المواسطة يعني بيقولوا لها هاي لي لانه بترعى حشيشة البحر هاي بترعيها تبقى طيبة كتير حتى لليوم عطول بيكل منها بفضلها على السلطان على اللقوز هاي اللي هي المواسطة نحن بنفتح عطول يعني ما منفرس ولا نهار بالجماعة نفتح عطول من 12 ل12 ونحن اللي بده يجي لعنا منفضل يطلب الفريدومير تبعنا يعني ثمار البحر كله مع السمك الني هيدي شعارنا وهودي أكلتنا اللي بنفتخر فيه نحكي عن القعدة نحكي عن الاسم نحكي عن التاريخ ونحكي عن فتوش فتوش روعة رائع فيه سويتنس فيه طعم فيه صوص مش معقول صحن فتوش صحن حمص بطاطا حرة فيش وبتقروش وانا بدي أكتر من هيك وأكيد في عندكم السمك وكل الأدية شو مالك عزور؟ طب توب نوت ثانك يو مرسي على عزيزي ان شاء الله مش عملتها قريبا ومارك مرت الجاي بدنا يعني 10 سمكات انا وحده بس صبا كنا 50 بطو انا الواحد جبت سمكه صبا صح هيدي بشهد عليا احسن من بلاش ولا حدا جاب شيء اليوم غيرنا يلا باي باي